السلام عليكم. مثل ما تكلمت بالمحاضرة السابقة، ضفت بقية الطلاب وحددت لكل واحد عام دراسي، وحددت العام الدراسي إلى يا صف. الطلاب هم أربعة، أربعتهم خامس ابتدائي، اثنين بالشعبة ألف واثنين بالشعبة باء. حتى لما أنا سويتها قسمين، حتى لما نسجل موظفين نشوف شلون نحدد المسؤوليات لكل شعبة. سجل الموظفين، أعين أني موظف في هذا البرنامج، اسم الموظف وبريد الإلكتروني. طبعا بريد الإلكتروني مهم جدا، حتى نفس عملية التسجيل الجديد، يرجع الباسورد مالته ويرجع وتليفونه أيضا مهم جدا. فراح أكتب اسم الموظف على سبيل المثال، مثلا أستاذ علي، هاي ألف نقطة علي، تكتب اسمه كامل. أنا راح أكتبه اختصارا، يعني أستاذ نقطة علي. البريد الإلكتروني ماله خلني نقول علي، عفوا علي آت yahoo.com. موبايله انا راح اسجل افتراضي، كلمة المرور، اختصاص علي. ايش استاذ علي اختصاصه شنو؟ راح احدد مثلا على سبيل المثال اللغة الانجليزية. انجليزي، تمام. التسمية مهمة جدا، اللي هي الدرجة الوظيفية. هل هو معاون أم معلم أم محاسب أم غير مسمى؟ غير مسمى ما إلى أي صلاحية، مجرد موظف مدرج اسمه في البرنامج. محاسب اللي هو المحاسب يهتم بالحسابات. شنو الفرق بين المعلم والمعاون؟ المعلم ما راح يقدر يدخل على البرنامج إلا للمسؤوليات اللي أنت محدد لهي من قسم المسؤوليات. أما المعاون هو كالأدمن، لكنه ما يقدر يغير كلمات المرور أو البريد للأدمن. يعني الأدمن هو صاحب الملكية، خلينا نقول. فأني راح أقول مثلا على سبيل المثال إنه هو معاون، معلم عفوا. أحفظه، حفظت المعلومات للأستاذ علي، اختصاصه، تسميته. هنا إعادة تحرير إذا أنت ردت تعدل على المعلومات مع الأستاذ علي، ما عندك تعديل ترجع على سجل الموظف. عرض السجل، هنا تعرض كل الاختصاصات، كل المعلومات اللي انت سجلتها، من ضمنها تاريخ ادخاله يعني للبرنامج هذا، مو تاريخ تعيينه في المدرسة، تاريخ ادخاله للبرنامج. راح اضيف اني بقية المدرسين حتى نجرب مثال اخر. اسم الموظف نقول أحمد، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد. بريد الإلكتروني أحمد @yahoo.com. موبايل أيضا، هذا موبايل افتراضي والمفروض يتسجل موبايل صحيح. الاختصاص نقول كيمياء أو علوم. التسمية معلم، حفظ. تلاحظون إنه هنا سجل الموظفين دا يزيد موظف ورا موظف ورا موظف ورا موظف، إلى ما يكتمل أعداد الموظفين كاملة. الدرس الجاي راح نحدد مسؤوليات الموظفين، لأنه الإحصائيات حاليا ما راح يطلع لنا أي إحصائية، لأنه أي درجات ما عندنا،
ما عدا انه اني هسه حاليا عندي 4 طلاب والموظفين هم 2 فقط.